قبل كل عن موتني موسكا. كمان حارس مرمى. انت سلاوي، انت سلاوي، انت مخبي. لا سلاوي. مخبي السلاوي هو انت مخبي يا لعيب مخبي. السلاوي انت سلاوي. عجيبه شكلك مختلف تماما عن ما بتطلع في التليفون. عموما كتب لابنك السعد يا حاج، ابنك هيتظرف لمدة 5 سنين. 5 سنين يتظرف 750,000 جنيه في السنة، يعني أكله شربه لبسه نومه هدومه حمومه علينا. قلت إيه يا حاج؟ أنت معايا ولا غياب النهاردة؟ وال 750,000 دول يعملوا كام مصري؟ إيه ده؟ يعملوا كام مصري؟ أنت عايز إيه حضرتك؟ إيه ليه؟ يطلعوا كام؟ يطلعوا 150,000 جنيه. حلوين؟ زينة والله زينة. ده انتوا لقطة. يبقى احنا هنديكوا 750,000 جنيه، اللي هما 150,000 جنيه وعربية مرسيدس ماركة تويوتا. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة. انا هجيب له شقة في القاهرة وحماماتها في الجيزة على النيل اول الصحراوي. يفتح الفرندة بتاعتها يبص على سينما عزيز او فاتن حمامة تقريبا، عشان ما اقدرش اكدب عليك انا راجل كوريكتو. زينة والله زينة. بس في حاجة يا حاج، ابنك هيمضي على نفسه 100,000 جنيه كشرط جزائي. وايه الشرط الغزائي ده؟ شرط ايه يا حاج؟ وانا جاي اشيلك البواسير. شرط ايه؟ بقولك شرط جزائي. هو هيمضي على نفسه 100,000 جنيه يعني. ما تبعبعها شوية يا اخي. يا راجل 1,000,000 جنيه كويس؟ زين. من لعيب الكسيحة ده يعني معمول له الحفلة دي كلها مخصوص عشانه؟ أنا مش فاهم. لا مؤاخذة، أنا آسف جدا، أنا آسف. هلسة هانية، عايزك في كلمتين بعد البرنامج. وأنا تحت أمرك بعد البرنامج. يلا يا رامي. مين البت دي؟ دي بنت مذيعة شايفة نفسها حبتين. شايفة نفسها؟ تقف قدام المراية كتير يعني ولا إيه؟ حتى هتضحك تاني؟ خلاص خلاص البرنامج، البرنامج. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. إزاي حضرتك؟ كيف المشكلة؟ والله أنا سعيد جدا، كل ما بشوف وش حضرتك بتفائل بيه، بخسر المباراة اللي بعدها. تخليك كده وتخلي المصور يرقص لنا كام صورة كده رز هلال والأربعين حرام بتوع بسرعة. تحب أكلمه لك؟ أنا اتعاملت تاني معاه مرة قبل كده. عارفة مين هناك ده؟ طبعا عارفاه، بكر العصفوره بتاعت رز الهلال. يا بنتي لا مش ده، التاني اللي جنبه. مين ده؟ ده بقى يا ستي بوشكش محفوظ اللي شهرته بوشكش، فرخه بكشك عند بكر ورشد هلال، معاهم في النادي. سمسار لعيبه ايه؟ عتيق، يجيب اللعيب من دول ما يقعدش معاه اكتر من 5 دقايق ويكون ماضي. مش هتقدر تغمض عينيك.